واحلى كاسه شاي لاحلى كموله. شو هالفايره بتنصب القهوه؟ بس بربك بزمتك مو صوتي احلى من صوته؟ شو حلو، قسم بالله لسه احلى وبيفتح النفس على شرب الشاي. حياتي شو حط لك مع الشاي؟ جوز ولا لوز؟ اعطيلي جوزك وكتري لي اياه. اي مو على عيني وراسي. سلام وديات. تفضل يا روح. سلام وديات. لك صحيح؟ ما دريت شو صار؟ شو صار؟ هذا يا مرحوم بالبي اجت لعندي بداية سعدية وحكت لي شغلة بتحط العقل بالكف. شو قالت لك؟ لك أبو حميد، أبو حميد مع غيره متخانق هو ومرته خناقة، وصلنا بيناتهم للشيطان الرجيم. هو مش هاشو متخانقين؟ لك بده يتجوز عليها؟ لا. لك إيه والله مثل ما عم بقول لك، بده يتجوز على مرته وحدة جديدة ويستكري لها بيت جديد. حما لك هذا منين المصاري؟ بعرف الدين عم يشرشر منه شرشرة. ايه شو بيعرفني؟ ايه مو بالاول كفي بيته الاولاني لحتى يتجوز ويفتح بيت تاني. انا حملو عزة. انت اكبر قدر، انا حملولي التاني. كملي. لا والان كمان هيك حزير شو؟ باعت امه من بيت لبيت بالحاره لحتى تخطب له. اه لا امه موافقه؟ لك لكن شو موافقه؟ ليش هو بيسترجي يتحرك حركه بدون شور امه؟ ايه والله بتقيم قيامته، ايه والله بتقتله قتله يحشكوا لبك. دخلك يعني لهلا هو بياكل قتله من امه؟ يو على اساس انت ما بتعرف يعني؟ لا والله ما بعرف. وعامل فيها بضايا الحاره وحاطط لي خنجر على قصره وما حدا قده، طلع بياكل قتله من امه. لك خنجر شو؟ خنجر شو انت الثاني؟ ايه والله بتصرخ فيه الصوت عدم مؤاخذه يعني بيعمل تحته. والله لا افضحه بالحاره والله. وانت ليش بدك تفضحه؟ عامل معك شيء؟ ها؟ لا يعني ليش هو بيسترجي؟ والله بكسر له ايده. قلع لي ان شاء الله دايما. انا رايح اطمن على خالديه. ليش مستعجله؟ خليكي قاعده. شبه خالديه؟ ليش ما دريتي؟ لا والله ما دريت. شوفي قتلها جوزها قتله مكسر لعظامها تكسير. يا لطيف على الحكي، انت شو عرفه؟ لا شلون شو عرفني؟ الحيط على الحيط، شو ما عملوا انا بسمع كانهم قاعدين قدامي. ايوه ايه طيب يعني ليش قتل هاي القتله؟ والله أنا فهمت من كلامهم إنه جوزها مقصر. شو يعني مقصر؟ إيه إيه فهمت عليكي، فهمت. وينعموا عيوني إذا كنت عم كذب عليكي. ولي 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 على الحكي. إن شاء الله بيقبرني جوزي، إن شاء الله بيطلع على قبري، الله يكمله بصحته يا رب. إيه والله مو مقصر علي بشي بنوم. إيه بكره بيعجز وبيقصر. لك شو هالحكي هاد؟ تفي من دمك، الله يسامحك على الحكي، بعيد الشر عنه يطلع على قبري ان شاء الله. ليكي اول ما بتطلعي من عندها بتجي لعندي فورا بتحكي لي كل شيء صار، كل شيء. ها انت بتعرفي انا ما بقدر اخبي شيء ببطني، دغري بدي اجي اقول لك يا والله بطق. اي بعرف بطقي لك، عم تنفجري كمان انت. طيب يلا انا قايمه روح لعندها، بدك شيء؟ لا سلام. يلا خاطرك. يلا الله معك. وحكي حكي حكي شيء بشيء بالراس، انا بحياتي ما سمعت هيك حكي. قال شو؟ مرته عم تهتم هذيك الشغله. حما لك الامور واصله معهم لهي الدرجه؟ اي والله تقبرني لكان واكثر واكثر. ايوه لا لا يا ابو الشوارب لا. اين تعلي شوارب هالقد قدون بنص وشك وانت خروق؟ والله لا افضحه بالحاره. لك افضحه بقى، افضحه يخرب بيته، لسه ماشي بهالحاره مثل الطاووس عم يتمخدر، حاجته بقى يا. وانت شو عرفك ولي؟ اه شبك ليش هيك؟ ما عرفت تقبضني؟ عرفت نسوان الحاره هن بيحكوا لي. اه قلت لحالي يعني افتحي باب صغار بتناوي على رايح وجايه. لا يا اعوذ بالله، ان شاء الله بتنطف، ان شاء الله بصير شخط اذا بعمل هيك. اعوذ بالله ما بعمل هيك عملي انا. خلص صدقتك، قومي تتري ساوي لك كاس شاي. يلا. ايه على عيني وراسي. ترى يا ميت اهلين وسهلين. بالمهلي تقبريني بالمهلي. راح روح احط لك القهوه. لا لا تعي ادي. جايبت لك خبر بيسوى 10 ليرات ذهب. ايوه معناها خبر محرز. محرز وبس. قولي لي شوفي ياسمينة بنت ابو دربال. شبه الياسمينة؟ طلعت قليلة الترباية. يو شلون يعني طلعت قليلة الترباية؟ شفتها بعيني واقفة هي ومسعود على باب زقاقهم. ايوه ايوه وشو كانوا عم يحكوا؟
والله ما بعرف، ما قدرت اسمع. الله يصلحك يا سعدية، الله يسامحك يا الله منك. اشلفي اذانك شوي واسمعي لنا شو الحديث ولو. شو بدك يا هوني يشوفوني؟ بس بدك الصراحة كانوا مدموجين كتير. ايوة والله اجت والله جابة. شو يعني؟ شو قصدك؟ لا ما في شيء ولا شيء هيك. طيب هلا قومي دكي ملايتك وخلينا نروح لعند فتحية نكسر السفرة سوا. لا انا ما رح روح، ما لي معزومة. ولك خلص بقلها شفتك بالطريق ومنروح نكسر السفرة عندها. ايه بيصير ما؟ ايه بيصير طبعا بيصير. لك قومي قومي. ايديكم عندي. يلا حبيبتي يلا. عرفته طلع معه. ما بيقوم. بس هيك كمان بياكل من مرته. عشق ماما بس كمان. ما حكيت لي ولا شيء. لك شلون ما حكيت لك؟ قلت على قلبي تقبرني. هذا يا سيدي اجى ابوه لهذا، شو اسمه؟ ابو توفيق. ابو توفيق تذكره؟ يخرب بيته الهي، داري عامل عمايل بمرته الثانية. لك شو هالرجال هذا؟ مين عم يدق الباب هيك؟ والله ما بعرف مين عم يدق الباب. كول ايوه عيني افتح انا. تعال لك خليني افتح. افتح الباب. جاي جاي. افتح. شوفي 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 ما في شيء ما في شيء. بعد لي حمى ان شاء الله. ليش عامل بعينك؟ شو عمل لك؟ هو يعني بطوله بس هو اخذني غدر. اي لا مبين اخذك غدر كثير كثير. هذا فوت 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 ارجع فوت. فوت يبعت لي حمى عليك ان شاء الله. ما طلته اكيد اكيد اكيد. بقى طعمين طعمين. لك فيك حد تاكله؟ ولي مين عم اي افتح لحظة. انا اللي بفتح. جاي جاي. مين؟ طاح يا فضاي طاح. يلا جيجي جيجي طاح. اهلين ابو شوارب. اهلين ولا سهلين. افتح انا هون. وين رايح؟ لك وين رايح؟ خرب بيتك من حالك. مالك عامل شيء ما؟ مالك عامل شيء؟ لك مالك عامل شيء؟ لك بدي ورجيك بدي ورجيك مين التشتوش؟ انا ولا انت؟ يخرب بيتك من حالك. يخرب بيتك من حالك. يخرب بيتك. يخرب بيتك. اه يا تشتوش اه يا تشتوش اه. Tarsi.
فرشي انت تريني وكرني الله يرضى عليك. فرشي ثاني فرشي شبك ليش عم تحكي؟ شوف لسانك وينه؟ قطعوا لك يا عم. لا 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 يوفاني لا 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 يوفاني يخرب بيتها ديك بيتها سؤال حالة كسروني تكسير تكسير تكسروني حتى كثر لي شباب مني يمكن هم اسمع معنا الله يخرب مو نسوان هدول رجال هدول رجال يخرب بيتهم إلهي الله يقطع إيديهم إلهي احكي لك شو صاير بحكي لك هذا يا سيدي لحظة بس اجلس هذا يا سيدي أمه لهذا محمود من قايمة القيامة بينه وبين كنت تقاعدي قايمة القيامة بينه وبين كنت تقاعدي شو طلعت على الأسطح والولد عليها لكن شو؟ مالكم رجال؟ قديش عم تدفعوا كل المصاري لحتى تجيبوا لي أدوات من الحارة؟ ليش ما جبتوها؟ ليش يا حريمات؟ يا باشا أهل الحارة رفضوا يدفعوا وتهجموا علينا كبار وصغار يعني لا استر الله كانوا ذبحونا اهل الحاره عملوا فيكم ايه يا باشا هجموا علينا وكان بدهم يقتلونا صار بدهم رصه منا انا بفرجيكم يا اهل الحاره انا بفرجيكم هي وصلنا على البيت شيخ وصلنا يا ابني وصلنا إيه؟ دق الباب الله يرضى عليك دق الباب مين؟ أنا يا بنتي افتحي مين يا أبي؟ أهلين يا أبي أهلين أعطيها الأغراض يا أبني أعطيها الأغراض أمرك شيخي تفضلي أختي الله يرضى لي عليك يا رب الله يحميك الله يحميك يا شيخي طول عمرك أهلين وسهلين تفضل يا ابني تفضل فوت ان شاء الله بالافراح شيخي بدي روح كمل شغلي الله يعطيك الف عافيه الله يحميك بحماه الله يعافيك الله يحميك بحماه يا ابني طولنا بعمرك يا شيخي يلا يلا اللي عمله الباشا هو زعران وكسر السوق يا شيخ ابو اسعد لازم تجوزوا بنتك ايه والله مزبوط يا شيخ ابو اسعد يعني لازم يجوزوا بنتك وليش لحتى يجوزوا اياها اصلا المفروض كلياتنا نوقف في وش الباشا وما نرضى بشروطه انت ريح حالك وقت الكباريه بيحكوا انت بتسكت طبعا ما بقى الا الصغار يعلمونا الاصول روح عمي روح عنا روح بقى شو قلت يا شيخ ابو اسعد اذا جوزتوا بنتك بيرفع البلاء عن أهل الحارة وبالآخر خير إلك وإلها وبتتغير معاملته لأهل الحارة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله يا جماعة الخير أنا كرمال أهل حارتي ورفع البلاء عنهم
رح وافق. يب هذا الحكي اللي بينسمع. ما قلت لكم الشيخ ابو اسعد من يوم يومه قلبه على اهل حارته. اسمع يا صباح، بدي اياك تعيشي بهذا البيت وتكوني مبسوطه، بس انا عندك شرط واحد. شو ما بقول لك بتقولي لي امرك. انا كلمه امرك بحبها كثير، من صغري بعشقها لهي الكلمه. انا اهل الحاره كلهم بكنوا لي الطاعه، ما حدا بيسترجي يقول لي لا، واللي بيقول لي لا بنعسه بصر ميتي، بصر ميتي. انا جوزتك نكايه باهل الحاره لحتى يعرفوا انه كل شيء بدي اياه بحصل عليه. مصاري. ايه لا يا باشا، انت كل شيء بتقدر تشتريه بمصاريك الا كرامتنا، لانه اغلى علينا من كنوز الدنيا. كرامتكم، كرامتك انت وابوكي ما بيسوا عندي متليك مصدي. صحيح ابي اعمل نصر، بس انت اعمل قلب، وانا مستحيل خلي واحد مثلك يلمسني، ومستحيل امشي تحت امرك. اخرسه ليه؟ بدي اخذ منك كل شيء واغصب عنك. عملك بعد عني، بعد عني احسن لك، بعد. خذوه يا ابو. ويا ويلو اللي بيقدم لك قصة خبز او لقطة مي لدوسه مصر ميتي. أرفعيك أكيد هلا بتكون المحروسة بنتك سماح عايشة أحلى عيشة عند الباشا، معززة ومكرمة يا شيخ أبو أسعد. شو بدي أقول يا جماعة الخير؟ المشكلة إنه أنا صار لي شهر ما سمعت عن بنتي ولا أي شيء، إيش كان مبسوطة ولا لا، والله وأنا خايف عليها. الباشا كلياتكم بتعرفوه زلمة ظالم وما بيخاف الله. والله عم تحكي مزبوط يا شيخ أبو أسعد، والله عم تحكي مزبوط، بس الباشا وعدنا إذا كان تجوز بنتك يعني كيف بلا رجاله عن الحارة؟ لا ومو هيك، بدل ما يردعهم زاد أذاهم إلنا وصاروا يعملوا لنا مشاكل على الطالعة وعلى النازلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أختي سماح، أختك يا حبيبتي، أختك سلم إيدك يا فتحي، والله ما رح أنسى لك المعروف بحياتي. صح وأنا سماح الله يخليك يطوعي للباشا لك رجال ما بتسترجي توقف بوشه. لا يا فتحي، أنا كرامتي عندي فوق كل شيء، مستحيل خليه يقرب مني. أنا برأيي إذا بتطوعي رح يصير اللي بدك إياه ورح يسامحك. هاد واحد ما عنده قلب وما بيخاف من الله، هو أخذني بس لحتى يقهر أهل حارتي، وأنا إذا روحي بدها تطلع ما رح خليه يقرب علي ولا ينال مراده. طيب خلص خلص، يلا كلي بسرعة مشان آخذ بقية الأكل معي، ما حدا يحس. إيه لا تخافي، ما حدا رح يعرف. وصلني خبر من واحد بيخدم بقصر الباشا انه بنت شيخنا ابو اسعد لهلا ما سلمته حالها، لانه الباشا ما وفي بوعده لاهل حارتها. لك الله محيي البطنه اللي حملها. يا والله اخذ رجال وبنت اصل. إلا ما أعرف يسرب خبرك لأهل الحارة.
ننتقم منه شر انتقام. اسمعي وليد، اسمعي يا طارق بنت لاتي، طارق بنت لاتي، طارق بنت لاتي، بعد ما تخلي الكلبة تجي لهون خليها تموت من الجوع والعطش. جديدة يا رجال، الباشا حكم على سماح بالموت من الجوع والعطش، وهالشيء الله ما بيرضاه ولا انتو رح ترضوه. أعوذ بالله، ما حدا بيرضى بهالكلام. طبعاً البنت عم تضحي بكرامتها كرمالكم، واجب علينا نخلصها من إيدين هالباشا ابن الحرام. معلوم، واجب علينا. يا جماعة الخير، بنتي تجوزت الباشا غصب عنها لحتى ترفع الأذى عنكم، وأنا رضيت بهالشي من شانكم كمان. وهلا بنتي عم أشوف أقوى أنواع العذاب مع هذا الظالم. بدي واحد ممكن يكون في عنده ذرة نخوة ومخافة من الله يوقف ضده لهالزلمة هذا. لك يا باطل، لك عيب علينا، إيش كابا منخلصها منه؟ ولك تغسل بروحه. طبعا طبعا يا رجال طبعا. أنا عرفت وين الباشا حابسها لسماح، واتفقت مع الشباب على خطة محبوكة. قولوا الله، قولوا الله. تفضل شيخنا، تفضل خلفوا شيخنا. شرفوا شباب. سهل 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 سهل. يا باشا ما في شجرة وصلت لعند ربها. لك الله محييك يا عكيد. مبروك عليك العقادة يا بضاي، مبروك عليك يا صاري. فيروز يا فيروز، أنا رايح على البرية حط لهم هالجاجات أكل وأمره على السوق، بدك شيء؟ الله يعوضك عن هالشغلة بأحسن. وليش مو عاجبتك هالشغلة؟ أي أيوة والله شغلة الجاج مو لايقت لك، مو شايف بدنك كيف عم يتحسس والسعلة ما عم تفارقك؟ لك صلي على النبي، لك فيروز صلي على النبي، يعني لقيت شغل وما اشتغلته، في بإيدي مصلحة وما اشتغلت فيها، شوفت عينك، عنا هالكم جاجة عم يربونا كم بيضة عم نتاجر فيه. يلا ابن عمي، المهم رزقها حلال، ألف الحمد لله. إيها يا عيني عليكي، هذا الحكي. شوفي لو ملاقي شغل غير هالشغلة والله لا أتركها لهالشغلة، بس ما في شغل شوفت عيني. بسيطة ابن عمي بسيطة، الله يرزقك يا رب. لك الله يخلي لي إياكي. شوفي اليوم جايب لك جاجة رح نذبحها ونعمل عليها من سفرز، شو رأيك؟ براسي مثل ما بدك. يلا بخاطرك، الله يطمنك. مع السلامة ابن عمي. وحسب ما عم يصلني من أهل الحارة شيخي، هذا الحرامي مو مخلي حدا من شره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله الناس مو ناقصهم مصايب، يعني فوق تعتيرهم وعيشتهم بالقلة والدلة كمان تنسرق بيوتهم. لك قسما بالله العظيم إذا بعرفه يا شيخي لدعسه برجلي بنص الحارة. مصير المخطئ ينكشف يا ابني، مصيره ينكشف قد ما دارت الايام الا ما يوقع. يعني شطارته لايمتى رح تحميه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيخي الناس تعبانة، الناس مو لاقيان. علي خالي السلام عليكم. عليكم السلام. ايدي بزنارك يا شيخ، ايدي بزنارك يا عقيد. شبك يا ابني يا خالد مو على بعضك؟ لكن منين على بعضي؟ شلون بدي يكون على بعضي؟ رزقي كله راح يا شيخ. عود عود عود، فهمنا شو صاير معك.
وهي قاعدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير. آخ يا شيخ. أنتوا كلياتكم بتعرفوني، أنا زلمة معتر، عندي هالكم جاجة عم ترزق من وراهم، وأقسم بالله إني جايبهم بالحلال ومن على جبيني. لك هذا الكلام نعرفه منيح، لا تضوج لي، فهمني شو صاير. لك حملنا حالنا ورحنا على الجاجة، طفغن ما لقيناه هون. لا قوة إلا بالله، وين بدهم يكونوا راحوا؟ شو بعرفني يا شيخ؟ شبنك عليك، لا تكون نسيان باب الإن مفتوح والجاجات هربوا امبارح. عم قل لك مخلوق قفل الإن الجاج ومسروقين الجاجات من جوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى الفقير ما سلم من الحرامي. ليش أنت بتعرفوه؟ شبنا خالد، لو بنعرفه للحرامي ما كنا تركناه يسرح ويمرح بالحارة. في بحارتنا حرامي ولهلا ما لقطناه. بس يا جماعة أنا أندبوري، يعني ما في بعيلتي ولا نقلة، شو أعمل؟ طول بالك يا ابني طول بالك، كل مشكلة ولا ألف حلال. أنا حاسب حسابك بالمية اللي عملوه أهل الحارة الفار والمساكين. هلا بعطيك خصتك وبتروح بتشتري بدال الجاجات بتترزق منهم. لك ربي خلينا ياك يا شيخ. الله يرضى عليك. ربي خلينا ياك ويطولنا بعمرك. الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك. لا تاكلها، محلولة محلولة. الله يطولنا بعمرك يا رب. لك انت شو عم تحكي يا ابن عمي؟ لك الله لا يوفقه، الله يكسر ايديه اللي سرق واخذ الجاجات. لك اسكتي، لو مال الله والشيخ عبد الحق كنت تبهدلت، راح اعطاني مصاري اللي روح جيب محل الجاجات. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، يكتر الف خيره هالشيخ. عم يقول لي العقيد حسني يخرب بيته هالحرامي، لك مو مخلي حدا معامل له مشط، لك نازل عبيوت العالم كله. ايه مزبوط ابن عمي مزبوط، من يومين قالت لي بهية انه نازل الحرامي على بيت حماها واخذ صندوق الذهب مثل مانو. لعمة صندوق ذهب؟ وما حدا حس عليه؟ لو حسوا عليه كانوا كمشوه، باينته هالابن الحرام ايده خفيفة. لك فهمنا، ايده خفيفة وهدول الجماعة معهم مصاري هالقد ومعهم ذهب، بس نحنا شو جابوا لعنا؟ ما عنا غير كم جاجي، الله لا يوفقه، أخذ لنا ياهو. الله ياخده، الله ياخده. طيب ابن عمي، وين بدك تخبي الجاجات؟ هالمرة بدي اطرقه خازوق يطلع من راسه، بدال القفص بدي اعمل لهم قفصين، يعني قفص داخلي وقفص خارجي، واشوف شو بده يسرق الجاجات. الله لا يوفقه. اوف، ايه بس على حد علمي انت اشتريت غيرهم. ما هن غيرهم اللي انسرقوا. لك كيف؟ ما انت على اساس حطيتهم بقفصين، وفي فرق بين القفص الاول والقفص الثاني. لك ابن الحرام شالهم هن والقفصين. الله اكبر. لك خير خير، شوفكم هيك اصواتكم طالعه وجوهكم ما بتتفسر. لك شوفي، ولك جاجاته انسرقوا. لا 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 لا، انسرقوا؟ ايه. لك شلون انسرقوا؟ ابن الحرام سرق له الجاجات مع القفص. ايه سيدي مع القفص. لا حول ولا قوه الا بالله، شو هالقصه هاي؟ لك يخرب بيته هالحرامي، لك عن جد بلا شرف. اسمع ابو الخيل، انت لازم تروح على الكركون وتشتكي عليه هلا. شو بدي اقول له؟ شو بدك تقول له؟ بتقول لهم انه سرقوا جاجاتك. ايه والله، يعني بس بيني وبينك ما رح يستفيد شيء، لانه اهل الحاره عم يروح منهم ذهب وعصماليات ومباريم وما عم بيسال الكركون على شيء. العمى على القصه، والله معك حق. طيب والحل؟ شو بدك تعمل هلا ابو الخيل؟ والله ما بعرف. لك ما عاد الي عين اطلب من حدا يساعدني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي أنا بساعدك. لك حطوا الميت فوق الميت، صاري تحتي عين، أنت اللي فيك مكفيك. لك لا يا صاحبي، شو هالحكي؟ يعني عدم المؤاخذة، يعني صاعين المصاري اللي معي مو حرزانة، بس أنت بتضل أخي، واجبي إنه أنا أوقف معك وساعدك، بس ليك من هلا شرط، إذا بتجيب جاجات ما بتروح تحشر اليوم بالبرية. لا وين بدي أحطهم؟ تحطهم عندك بالبيت وبتأمن عليهم بأوضة من الأوض تبع البيت، مزبوط ولا لا لك عمي؟ لك مزبوط، لازم تحطهم بالبيت. هيك بعد حدا يقرب. ها؟ هذا الحكي اللي بينسمع. حطيناهم بالبيت وما سألنا. أوه. تشرب لك كاسة شاي طاري؟ إيه والله. صب صب صب. جيب له كاسة. تعال اقعد عم طاري، تعال.
والله ما في منك انت. الجاجات خلاص بحجاجات تنسرقوا وتسرقوا الجاجات يا ابن عمي. لا كيف بيكونوا عم يتمشوا؟ لقد عم يتمشوا وعمل لك ما عارف فيه لا حس ولا خبر. ما في جاج، راح الجاج انخرب بيتنا. تم فارع على هالمشارة، ما في جاج؟ لا ما في. انخرب بيتك يا خالد. لا هذا الحكي ما عاد ينسكت على النوم. دخيلك يا ابن عمي. يعني شو نعمل؟ اي لا هاي القصة ما عاد ينسكت عليها منوب. المرة الماضية كنت حاطط جاجاتك بالبرية إن لحالنا هادي. برية ما فيها لا هابوب ولا داووب وبتنسرق. أما هالمرة انسرقوا الجاجات من نص بيتك. شو يعني هذا الحكي؟ هذا الحكي يعني إنه في حدا بيعرف إنك رجعت اشتريت جاجات، وهالمرة بالذات حطيتهم ببيتك. لأنه عدم المؤاخذة يعني. مين هذا الحرامي اللي بده يخطر على باله ينط على بيت مهرهير ويقول انه في جواته رزق ممكن ينسرق منه؟ ومين بيكون عامل عقيد؟ انت اللي بدك تعرف. انت اللي بدك تعرف قدام مين حاكي. لعمة ناظم وطارق. خير عقيد؟ خير شيخي؟ شو القصة؟ انتو بتعرفوا انه خالد زلمة آدمي وعلى باب الله مزبوط؟ لكا والنعم منك ومنه، والنعم منه ابو الخل ما في منه والله لكا. ومنك عمي نظيم. ايه والله خالد ما في منه. وخالد بتعرف انه بيسترزق من ورا الشاش. اول مرة سرقوا جاجاته ما حكينا، اعطيناه مصاري وراح اشترى جاجات مرة ثانية. وبالمرة الثانية كمان سرقوا جاجاته. ايه بس يا شيخنا مو بس خالد اللي عم يسرقوا جاجاته، يعني عدم المؤاخذه انه نص اهل الحاره سرقت بيوتها. مزبوط كلامك. ومشان هيك نحن لقينا انه لازم نضل ورا الحرامي لحتى نعرفه. ايوه يعني عقيد شلون بدكم تعرفوا مين هو اذا الكراكون بذات نفسه ما عم يعرف؟ والله لما سرق خالد مره ثانيه ومره ثالثه ومن نص بيته لقينا انه ما بيحك جلدك غير ضفرك. مشان هيك ضلينا ورا القصة لحتى عرفنا مين هو الحرامي. وآخر سرقة صارت ببيته لخالد عرفنا مين الحرامي من الريشة اللي كانت على راسه. خسيس واطي. خسيس ولك؟ ليش هيك عم تحكي معي عقيد؟ شو عملت لها؟ لأنك أنت الحرامي. أنت الحرامي اللي عم يسوق أهل الحارة. لا لا أنا مالي حرامي. مالي حرامي. قال ليش لحمست على راسك ولا؟ ليش لحمست على راسك ولا؟ احكي اعترف لحالك ها؟ لا اعترف، لا اعترف عقيد. مظبوط كلامك. أنا اللي سرقت الجاجات وأنا اللي عم يسرق بيوت الحارة كلياتها. بس بوس إيدك يا عقيد. لعنة الله عليك. بوس إيدك. لا تاخذني على الكركون والله لا رجع كل شيء، كل شيء أخذته برجعه. بدك ترجع كل شيء وما راح أخذك على الكركون. بدي أخذك على نص الحارة ودعوس أكونيك. لا بوس إيدك لا تفضحني. شو لا؟ بوس إيدك. إلك علي يا أم غازي، إذا بتزبط جوازة خيرية على ابني عواض غير أعمل لك حلوان غير شكل. إيه أنا رح فاتحة بالموضوع بس إن شاء الله توافق. يا وليش لحتى ما توافق يا بعدي؟ ليش ابني من شو بيشكي؟ عين الله عليه، عين الله عليه، أخلاق وطول بعرض. صراحة ابنك ما عنده مصلحة ولا عنده شغلة ولا عملة،
يعني بصراحة بده مين يصرف عليه. أو إذا دخيلك بكفي بده يستر عليها، هي معها مصاري ورتانة من أهلها. طيب أنا رح فاتحة بالموضوع والله يقدم اللي فيه الخير. آمين. يلا رح أعمل لك فنجان قهوة غير شكل. إيه والله والله لو عندي حمارة ما بجوزه إياها، إيه لا شكل ولا منظر ولا أخلاق. على شو بدها ترضى فيه لك تضربي منك لابنك؟ وانت يا خيرية كبرتي وما عدت صغيرة، صرتي على حيطان الثلاثين، يعني عمرك وشبابك رح يروحوا. أنا مالي زعلانة على اللي راح يا خالتي، كفي قضيت عمري بخدمة أمي وأبي. الله يرحمه. الله يرحمه. والله انت ما قصرتي، وهلأ لازم تلتفتي لحالك. طيب شو بدي أعمل يا خالتي؟ إيش كان نصيبي لهلا ما إجا؟ أنا تحت إيدي عريس، بس ما بعرف إذا كان بيعجبك ولا لا. ومين هالعريس خالتي؟ والله يا شيخي ماني عارفان شو بدي إلك، بس أنت بتعرف إنه أنا صار لي أكثر من شهر تارك الشغل عنا بالمحل، لأنه معلمي توفى وأخواته سكروا الدكانة، وأنا داير من محل لمحل، بيع قماش بيع سجاد، والله ما حدا عم يشغلني عنده، وأنا صار لي أسبوع قاعد بالجامع، بشطف الصباح بشطف المساء، طلع قرشين بس والله ما عم يكفوني حق أكل. مشان الله بركي بتلاقي لي شغل عند أصحابك هون هون بالسوق. شوف يا ابني، أنا رح أحاكيك هالكلمتين هدلو بفيدوك بكل حياتك. حاجتك لا تطلبها من العباد، اطلبها من رب العباد. صفي نيتك وخلي إيمانك بقلبك، حط عينك بعين الله وشوف شلون بتصير حياتك. الله الرزاق الكريم. والنعم بالله. والله كلامك مضبوط يا شيخي. خلاص خلاص انا هيك رح اعمل. توكل على الله. سلام عليكم. اهلين. شو؟ الله يسامحك يا خالتي، هلا ما لقيتي لي غير هذا عوض تجوزيني اياه؟ اي يعني شو شايفتيني كتعه ولا عوره؟ والله ماني شايفتك الا مثل القمر ومو ناقصك شيء ابدا. جاوبيني بصراحة، هلا لو كانت عندك بنت بتقبلي تجوزيها لواحد مثله؟ بصراحة لا. إيه لكن يا خالتي شلون بدك يعني اتجوز واحد مسموعياته بالحارة مثل الأطران، وفوق كل هاد قاعد عواطلي لا شغلة ولا عملة؟ بصراحة أمه أمنتني فاتحك بالموضوع. ايوه يعني امه بدها تخلص منه وتبليني فيه انا؟ ايه والله اذا بصفي كل عمري عانس وقاعده هون ما بتجوزه لعوض. يا قبل ناقص منها من هيك جوازه تضرب بكسمه فوق ما كنت بدي استر عليها. لك يا ام عوض، الدنيا اسمها ونصيب، يعني ان شاء الله الله يبعث وحده لابنك تصير قلبه وخاطره، ويبعث لها واحد يصير قلبه وخاطره. يا ستي اي والله والله لتاكل اصابيع ندابه وانت راح عليك الحلوان. يا عيني. سلم ايدك يا خيري. دخيلك يا خيرية الحقيني مشان الله، امي مدري شو صار لها، وقعت ولا من تمها ولا من كمها وما في غيري بالبيت. يلا 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 روحي يلا 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 بسرعة. العمى باب البيت مفتوح وما في حدا، معقول يكونوا نسيانينه؟ السلام عليكم يا جماعة، إذا نسيانين باب الأسقاء مفتوح تعالوا سكروه. السلام عليكم يا جماعة، إذا نسيانين باب الأسقاء مفتوح تعالوا سكروه. شي؟ معقول هدول الجماعة طالعين برات البيت ونسيانين باب الأسقاء مفتوح؟ السلام عليكم. تبت شاهي، والله أنا ميت من الجوع.
السلام عليكم يا جماعة. كوسا معنا شي عبد كوسا هي. يا حيف عليك يا رضوان، هيك الرجال بتعمل؟ بدك تاكل من اكل الجماعة والجماعة مو بالبيت وما انك اخذ اذنهم؟ لا لا. ان شاء الله تستري يا اختي. قولي علامتي حرامي. انا ماني حرامي، اقسم بالله العظيم ماني حرامي. انا ان شاء الله لا تعيطي، قسما بالله العظيم فتت لهون بالغلط، شفت باب زقاق مفتوح، قلت لحالي حتى اقول اصحاب البيت انه يسكروه، قام شميت ريحه الكوسه. والله انا ميت من الجوع، لي كم يوم ماني اكل. ان شاء الله ان شاء الله ما تفهميني غلط. لك اخي اذا قصتك بتنحل بالاكل كله وامشي، بس اوعك تلمسني. ان شاء الله لا تعيطي، اعمل لك ان شاء الله. ما بدي افتح الباب واطلع لانه برا في جيران ما بدي يشوفوني يبلوكي فيني. مشان الله انا مالك هدي، فهميني. استغفر الله يا رب العالمين، استغفر الله يا رب العالمين. فوتي اختي فوتي فوتي وروقي. استغفر الله استغفر الله رب العالمين. معلش اقعد فهمت القصة. اقعد كل طيب، ما تاكل كل. والله العظيم لي اسبوع ماني اكل. انا من شهر تركت شغلي، كنت اشتغل عند البوابير اللي بالسوق، بس عطاكي عمره واخواته تحاصصوا قام سكروا المحل وصفيت انا برا. اللي عم بشتغل عنده 20 سنة وعشرين سنة ما علمني المصلحة، هيك بدهم اخواته. قال ما بصير علم المصلحة الا لاولاده، وصرت انا قد الشنتير وما معي مصلحة، عم دور من محل لمحل. الله وكيلك محل عم يشغلني، كسر خاطري مع انه كنت اشتغل عنده بضمير وشرف. رحت اشتغلت بالجامع، صرت اشطف وامسح، قلت اطهر شيء هني، بس المصاري اللي عم طلعها ما عم تكفيني حق اكل. أنا مارق من على باب بيتك، ما هان علي الباب مفتوح، صرت دور على أصحاب البيت، شميت ريحة الكوسة عم دنيت نفسي. الله وكيلك قسماً بالله العظيم أول مرة بحياتي بتدني نفسي. كل كوسة هيك تعرف أنا من وقت ما توفوا أبي وأمي وأنا عايشة وحيدة. صح ورّتوني كتير مصاري، بس والله ما بتعني لي شي قدام لحظة، بس لحظة حس فيها بالأمان. يعني قليلة هالرعبة يلي أكلتها هلأ. بتعرفي شو؟ أنا كمان وحيد، من وقت ما ولدت ما بعرف لا أمي ولا أبي، متوفين مو متوفين والله ما بعرف. يعني حتى أخوات ما عندي، أخوالي ما بعرفهم، عمومي ما بعرفهم، يعني وضعي مثل وضعك، بس أهلي ورّتوني شروال وكنزة. يعني والله حاسستها تقيلة. لا تقولي لي إنك وحيدة وبدك واحد وحيد مثلي. أنا والله بتمنى إنه انستر وعيش مع رجال يحميني ويصونني. يا رب نخيلك. أكيد أنت ما أكلتي. عجبوك؟
الله.